السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، سنة أولى ثانوي. أهلا بيكم في أهم فيديو في الوحدة، فيديو لجراماتيكال هنتس التلميحات اللغوية، وفيديو لسكيلز اللي هي المهارات، ترجمة بقى، قطعة فهم، مقال وهكذا. ركزوا أوي على السكيلز يا شباب، السكيلز دي تعتبر 70% في الامتحان، وفي تالتة ثانوي عندك قطعتين فهم في الامتحان مش واحدة بس. يعني من دلوقتي استعد لتالتة ثانوي بالسكيلز المهارات. عاوزكم مركزين ومصحصحين قوي معايا في الفيديو ده، عشان ده من اهم الفيديوهات زي ما اتفقنا في الاول. نبدأ بالجراماتيكال هنتس وكلمة سو. كلنا عارفين ان كلمة سو معناها لذلك، صح؟ سو لذلك دي المشهورة. النهاردة تاخدها بكذا معنى تاني، يعني مثلا ممكن تاخدها بمعنى جدا. ازاي يا مستر؟ بص، لما تلاقي سو بعدها صفة، يعني مثلا سو كولد يعني ساقعة جدا، سائع جدا. سو هوت يعني حار جدا. اذا هنا تساوي very، تساوي ايه؟ very. طيب ركز معايا في دي كده. so slowly يعني ببطء، ببطء مش بطيء. فرق ما بين so slow و so slowly، ايه الفرق ما بينهم؟ so slow دي صفة، slow صفة، لكن slowly حال. طب ايه الفرق برضو؟ مش فاهم. هكتب لك مثال كده، هقول the weather، الطقس، the weather، الطقس is so cold. الصفة cold وصفت مين يا شباب؟ وصفت الطقس. إذن الصفة تصف اسم. لكن هقول لك he ran، هو جري so slowly ببطء، يبقى so slowly الحال slowly وصف ran جري، يبقى يصف فعل action. يبقى دايما الحال كيف فعل، يبقى فعل كذا. كيف جرى؟ جرى ببطء. الصفة كيف يكون؟ كيف يكون الطقس؟ يكون ايه؟ بارد. وضحت؟ يبقى سو لو بعدها adjective يعني صفة، أو adverb يعني حال أو ظرف، معناها جدا. تمام؟ زي المثال ده it's not so difficult يعني مش صعب جدا. عندك هنا برضو driving so quickly، يقود بسرعة جدا. طيب رقم اتنين هي نفس الفكرة بس هنزيد بذات وجملة. يعني عندك سو أهي أهي بعدها صفة أو حال، جدا يعني، يبقى سهل جدا، ببطء جدا، لدرجة أن. يبقى ذات هنا مش معناها أن، لأ، لدرجة أن، آسف مش أن، لدرجة أن، لدرجة إيه؟ أن. يعني بصوا كده على المثال ده بيقول إيه؟ هنا بيقول the exam، الامتحان was so easy، الامتحان كان سهل جدا، ذات لدرجة أن all the students passed it، لدرجة أن كل الطلبة عدت الامتحان ده. طيب بيقول لك في رقم 3 so ممكن استخدمها بديل لتكرار صفة أو ظرف. يعني مثلا أقول the weather is cold، الطقس سائع، and I think it will remain so، وأعتقد أنه سيظل هكذا. يبقى هنا معناها إيه؟ هكذا، أو بنفس الطريقة، أو بهذه الطريقة، هكذا. تمام؟ بس يبقى كده شلنا الصفة cold، حطينا so بدل ما نكررها تاني. so حرفين صغنن. طيب رقم 4، كلمة so ممكن تكون بديل لجملة كاملة أو عبارة. يعني بص كده، do you think، هل تعتقد رقية will come first، إن رقية تطلع الأولى؟ فقال I think so، أعتقد ذلك. تمام؟ بدل ما يقول I think that رقية will come first، شال جملة will come first أو رقية will come first وضاف مكانها so، وبالتالي اختصر. طيب بيقول لك كلمة so في الصيغة التالية معناها وكذلك. سيبك من القاعدة، هنخلي القاعدة في الآخر. هديكم مثال، ركزوا معايا قوي في النقطة دي عشان مهمة خالص. هقول أحمد is happy، is happy، أحمد سعيد. تمام كده؟ عايز أقول وأنا كمان غير me too، هقول so، ركزوا بقى، هقول نقط مثلا I، عايز اقول وانا افعل ذلك، وانا كمان مثلا. حد يقول انت قلت افعل يبقى دو، لا، اقول لك هي الفكره مش في كده. الفكره ان انت ارجع للجمله اللون الاخضر اهو، از، الفعل از، لازم تعمل زيه هنا في النقط. يعني ايه؟ احمد يكون سعيد، كذلك انا اكون. طب انا تاخد ايه؟ ام ولا از ولا ار؟ ام. وضحت؟ يبقى الاجابه ام. يبقى احمد از هابي سو ام اي. يبقى انت بتحدد الفعل ده من الفعل الاساسي في الجمله اللي قبلها. يعني مثلا بص على المثال اللي فوق اللي مكتوب، بيقول مستر حلمي felt sick، حس انه تعبان بعد الوجبه،
And so did Mr. Ashraf and Fadi. وكمان نفس الفكرة مستر أشرف وفادي. طب did دي جت من فين يا مستر؟ من الفعل الرئيسي felt. ماشي، felt دي ماضي بسيط، لو طلعنا منه فعل مساعد هنعمل سؤال أو نفي هنطلع did، يبقى دي did ده. طيب هنا بيقول my mother مامتي likes تحب spicy food. likes يعني ايه likes؟ اعمل سؤال بهل، يبقى does my mother، يبقى الفعل المساعد does. بس هل I بتاخد does؟ لا ده بتاخد do. بس خلي بالك انت بتلعب في دايرة ايه؟ do does. هنا بتلعب في دايرة ايه؟ verb to be، وهكذا وهكذا وهكذا. رقم ستة. رقم ستة بقى السو اللي احنا عارفينها دي، رابط ما بين جملتين بمعنى لذلك او لهذا السبب. دايما بعدها جملة ايه؟ نتيجة، اكيد منطقي يعني. مستر عبد الرحمن was tired، مستر عبد الرحمن كان متعب، so لذلك he went to bed early. عندنا اكتر من طريقة عشان نقول حتى او لكي في اللغة الانجليزية. اشهر ثلاث طرق اللي احنا بنستخدمهم دايما اللي هما to والمصدر. مثال I study hard to succeed. I study hard to succeed يعني أنا أذاكر بجد لكي أنجح. في الحالة دي ممكن أستبدل to ب in order to أو so as to. يبقى كده أول حاجة معناها لكي في اللغة الإنجليزية to، in order to، so as to، اللي بعدهم إيه؟ مصدر. طيب عندنا شكل بقى اللي هو موجود هنا so that، نفس الجملة بالظبط. I study hard، I study hard، أنا أذاكر بجد، so that. وبالمناسبة that اختياري، ممكن استخدمها او لا. محتاجين جملة بقى بعدها، هو بيقول انا اذاكر بجد لكي انجح، يبقى to succeed in order to succeed so as to succeed. طيب الجملة يعني ايه؟ يعني فاعل، يعني فعل وتكملة I can succeed. شفتوا انا عملت ايه عشان تبقى جملة؟ يبقى اذا so that بعدها جملة كاملة، فاعل وفعل وتكملة. لكن to in order to so as to بعدهم مصدر، وكلهم معناهم لكي أو حتى، ودايما بعدهم جملة نتيجة. طيب ال ing عندنا verb ing اللي هو مصدر الفعل ing، ممكن استخدمه كبديل لعبارة الوصل. يعني ايه عبارة الوصل؟ عبارة الوصل اللي قدامكم دي اهي، يعني who او which او that وبعده فعل، دي عبارة وصل. بس بشرط عبارة الوصل اللي هنا نستبدل مكانها verb ing تكون بديل لفاعل أو تنوب عن فاعل أو تعود لفاعل. يعني I have a cousin، أنا لدي ابن عم. Who works؟ مين اللي بيشتغل يا جماعة؟ ابن عم، يبقى فاعل. في الحالة دي أقدر أستبدل who works ب verb ing working. طيب هل معنى الجملة بيتغير؟ لا إطلاقا، نفس المعنى بالظبط. I have a cousin، أنا معايا ابن عم. Who works؟ الذي يعمل. أو working؟ الذي يعمل for a tourist company، لشركة سياحية. كمان مرة verb ing بديل لعبارة الوصل اللي هي ايه؟ تعود على فاعل. Who أو which أو that احنا بنترجمهم بالعامية اللي، بالفصحى الذي التي وهكذا. Who للعاقل، which لغير العاقل، that لكله. طيب عندنا with برضو ممكن استخدمها بديل لعبارة الوصل، ولكن برضو في حالة معنى معين. طيب نفهم اكتر في المثال. بيقول I saw a little girl، انا شفت بنت صغيرة. Who has green eyes and long hair، اللي لديها شعر طويل وعينين خضرة. يبقى لازم يكون معنى who او which او that اللي هو ضمير الوصل، لازم يكون معناها اللي يملك. يبقى في verb ايه؟ to have أو has أو had لو في الماضي، وبعدهم اسم مملوك كده. طيب مثال تاني عشان تثبت معاك. احنا لغاية دلوقتي ما قلناش كل ده ممكن نستبدله بإيه، قلناها في الأول اللي هي with، ما تنسوهاش with. تمام، مثال تاني عشان ما تنسوش. هقول مثلا I saw، أنا رأيت some boys، بعض الأولاد. who الذين، have ولا has؟ have long hair مثلا. طيب فين العبارة هنا بتاعت عبارة الوصل اللي هي who have؟ الذي يملك. الذي يملك يبقى بديلها with على طول. يبقى نقدر نقولها I saw some boys who have long hair أو with long hair، الاتنين صح تماما.
طيب امتى وين بقى يجي بعدها فيرب اي ان جي على طول؟ كلمة when بمعنى عند أو حين ممكن أستخدم بعدها verb ing. برضو هنبص على المثال عشان نفهم. بيقولك when Sama feels tired، لما Sama تشعر بأنها متعبة she stops working، بتتوقف عن العمل، بتوقف شغل. واخدين بالكم من الزمن المستخدم في الجملتين؟ زمن المضارع البسيط الذي يعبر عن عادات وأحداث متكررة. إذن يبقى الحالة الوحيدة وين يجي بعدها فيرب اي ان جي لازم تكون تعبر عن ايه؟ عادات او احداث متكرره. طيب اذا جمله وين سما فيلز تايرد ممكن استبدلها بايه؟ ما احنا قلنا القاعده وين فيرب اي ان جي. طب مين اللي هخليه فيرب اي ان جي؟ اللي هو فيلز، لان الفعل الاساسي. يبقى وين فيلينج، يبقى عند الشعور، عند الشعور تايرد، بالتعب. ايه اللي هيحصل؟ مين بقى؟ هنقول سما بقى، مش هنقول ايه شي. ليه بقى؟ لان انا حذفت الفاعل في الجمله دي، وبالتالي لازم يظهر الفاعل بعد الكوم على طول. هو عموما القاعده عموما على كل الروابط، رابط بعده فاعل ثم فعل ثم جمله تانية، لان الرابط بيربط ما بين جملتين. لو شلت الفاعل بعد الرابط، شلته خالص، هنضيف فيرب اي ان جي لنفس الفعل المستخدم، الفعل الاساسي. والفعل ده هيظهر بعد الجملة ايه؟ او بعد الكومة. اول فاعل او اول كلمة هتظهر بعد الكومة اللي انا حذفتها. هنا حذفت مين؟ سما، يبقى لازم تظهر بعد الكومة عشان المعنى يستقيم. كمان مرة، انا ممكن استخدم ايه؟ استخدم verb ing بعد مين؟ بعد when. when هيبقى معناها ايه؟ عند او حين. طب عشان نعبر عن ايه؟ عن عادات او احداث متكررة، بس بشرط ايه؟ ان الفاعل يكون نفس الفاعل لان انا هحذفه. or otherwise. or أو otherwise معناهم وإلا. or otherwise، أنا ممكن أستخدم or أو otherwise في جملة شرطية بمعنى وإلا زي ما اتفقنا، بديلا لإيه؟ لإف أو unless. طب ما تيجي نطبق على مثال. بيقول you must study hard، أنت لازم تذاكر بجد، otherwise وإلا، ممكن أقول or برضو، you won't pass the exam، مش هتعدي الامتحان. طيب مرة بإف ومرة بunless، أدي إف أهي وادي unless اهي. طيب الاول بإف، هو بيقول you must study hard، انت لازم تذاكر بجد. طب يبقى لو مش بتذاكر بجد مش هتنجح. هنقولها ازاي؟ if you يذاكر study، نفيها ايه؟ don't study، لو انت مش بتذاكر بجد. تمام، ايه اللي هيحصل؟ you won't pass the exam، مش هتعدي الامتحان. طب unless، unless يا شباب معناها لو، وننفي الفعل اللي جاي او ننفيه في المعنى بس، يعني معناها لو، لا، النفي موجود في unless. يعني نقدر نقول ان if ونفي تساوي unless واثبات، يبقى لازم الفعل اللي جاي يكون مثبت، بس بترجمه لا زي ما اتفقنا. يعني مثلا unless you، لو انت study، هتقول لي لو انت بتذاكر، عايزينها لو مش بتذاكر. ما هو unless ليها ايه؟ جزئين في الترجمة. لو انت مش بتذاكر، تمام كده، لو انت مش بتذاكر اللي هيحصل ايه؟ you won't pass the exam. عندنا حاجة في اللغة الإنجليزية اسمها ضمائر غير محددة. someone يعني شخص ما، somebody نفس المعنى، something يعني شيء ما، somewhere مكان ما، anyone أي شخص، أي شخص، anything أي شيء، anywhere أي مكان، everyone كل شخص أو كل واحد، everybody كل واحد، everything كل شيء، everywhere كل مكان، no one يعني ولا واحد أو لا أحد، nobody لا أحد، nothing لا شيء، nowhere لا مكان. دول كلهم اسمهم ضمائر غير محددة للنوع، مش بتحدد ذكر ولا أنثى، تمام كده؟ يعني في المثال ده بيقول I sat next to someone important، أنا قعدت جنب واحد مهم أو واحدة عادي، ما هو مش ظاهرة، عشان كده سموه إيه؟ ضمير غير محدد. طيب اللي إحنا محتاجين نقوله بقى، الطبيعي في اللغة الإنجليزية إن الصفة تسبق الموصوف، يعني هقول a good man، رجل جيد، he is a good man. هسألكم شوية أسئلة كده، عندك الصفة هنا فين؟ اللي هي good، تمام خالص. طب الموصوف مين؟ man. طب مين جه قبل التاني؟ عندك الصفة جت الأول ثم الموصوف، ده الوضع الطبيعي اللي هو 99%، تمام كده؟ لكن الوضع الاستثنائي مع الضمائر غير المحددة اللي هي دي، الضمائر غير المحددة دي الصفة تيجي بعدها مش قبلها. وكمان في ملحوظة، لما قلنا مان مفرد دلوقتي استخدمنا ايه؟ أداة تنكير، وممكن استخدم أداة تعريف ذا، صح؟ لا، مع الضمائر غير المحددة مفيش أداة تنكير ولا تعريف إطلاقا،
لان اصلا الضمير غير المحدد هو نكره اساسا في حد ذاته، فما ينفعش تعرفه وما تجيبلوش تنكير او ان انه نكره. وضحت؟ طيب يبقى الصفه تاتي بعد الضمير غير المحدد، وبالتالي someone اهو ضمير غير محدد بعده على طول الصفه. طبعا العكس صحيح مع الاسم السليم او الاسم العادي في اللغه الانجليزيه زي man مثلا. Children like everything new. الأطفال بيحبوا كل حاجة جديدة. هنا عندك الضمير غير محدد everything، الصفة جت بعده على طول. ملخص السلايد ده إن someone anything somebody الحاجات دي كلها الصفة بعدها مباشرة مش قبلها. صيغة it verb to be صفة to المصدر معناها من الكذا أن تفعل كذا. يعني مثلا It is difficult to understand this lesson. إنه من الصعب أن تفهم هذا الدرس. وركز معايا، أنا قلت إنه من الصعب، ما قلتش إنه صعب. رغم إنها تمشي بس الأفضل في العربي إنه من الصعب. It is enjoyable. إنه من الممتع to spend your free time. أن تقضي وقت فراغك. يبقى القاعدة it verb to be ممكن تكون is, am, are, was, where حسب الزمن، تمام؟ ممكن تكون مضارع تام has been, have been وهكذا، ثم صفة ثم to والمصدر. طيب ممكن ما بين الصفة وما بين التو المصدر أستخدم الصيغة دي of أو for ثم السبجكت أو ضمير مفعول، بس of معناها من وفور معناها بالنسبة لي. طب نبص على الأمثلة عشان نفهم. It is easy for Ayman to do this work. إنه لمن السهل بالنسبة لأيمن. It's kind of you. إنه لعطف منك. يبقى for أو of وبعدها ضمير مفعول أو فاعل ممكن تيجي في النص ما بين إيه؟ ما بين الصفة وتو المصدر في الصيغة اللي قدامكم دي. الفعل help ليه شكلين. help ممكن يجي بعده مصدر مباشرة أو تو المصدر. مثال بيقول I helped سما، أنا ساعدت سما to do the cooking، إنها تطبخ أو تعمل الطبيخ، تمام كده؟ يبقى هنا to المصدر، ممكن أشيل to فتبقى do فقط. مثال تاني the babysitter جليسة الطفل أو الأطفال helps to look after the baby، تساعد في أن نعتني به أو تعتني به أو في الاعتناء بالطفل. الفرق ما بين المثالين إن هنا ظهر سما اللي هو المفعول به اللي أنا بساعده ثم to المصدر أو مصدر. هنا بقى شلنا مين؟ شلنا الفاعل عشان مفهوم من السياق. كان أصله the babysitter helps the mother مثلا، لكن ما زالت هيلث بعدها تو المصدر او مصدر من غير تو. احفظوا القاعدة دي كويس جدا عشان هتقابلكم كتير. بيزي بمعنى مشغول. بيزي لو جه بعدها with هيكون بعدها اسم من غير اي ان جي. The manager is busy with some clients. المدير مشغول مع بعض الايه العملاء. وممكن اقولها مشغول في برضو busy with مشغول في مثلا homework الواجب، تمام؟ يبقى تيجي الاتنين اسم شخص يعني some clients مثلا او اسم شيء انت بتعمله، فترجمها مشغول مع او مشغول في. طيب busy ممكن يجي بعدها verb ing we were busy doing the housework، كنا مشغولين في اداء اعمال المنزل. يبقى عندك في العربي كده حرف الجر فيه هيظهر في الترجمه مش موجود في الانجليزي مع الفيرب اي ان جي. الافعال زي سي يرى واتش يشاهد هير يسمع نوتس يلاحظ ليهم شكلين. بصوا المثال ده هقول اي واتشت انا شاهدت ايه ذا sun الشمس جو داون. كده معناها ايه؟ انا شاهدت الغروب بالكامل. عرفت ازاي؟ في مصدر، خلي بالك في مصدر، رغم ان the sun ممكن بعدها اس، بس هنا دي قاعدة ثابتة. ممكن لو شلت I watch دي well the sun goes down صح، لكن هنا قاعدة بتقول ان watch و hear و see ثم مفعول به مصدر، يبقى انت شفت الحدث بأكمله. طيب لو كان الحدث ده انا شفت جزء منه بس هستخدم ايه؟ ing، فتبقى I watch the sun going down. يبقى كده انا شفت ايه؟ جزء من الحدث. يبقى لو الحدث كله مصدر، لو جزء من الحدث ing بعد ايه؟ بعد الافعال دي see watch hear notice. including معناها بما في ذلك، excluding فيما عدا ذلك. I called all my family members، انا اتصلت بكل اعضاء الاسرة بتاعتي including بما فيهم my uncle عمي who lives in Canada.
وممكن أقول excluding يعني فيما عدا عمي، لو أنا قاصد بما فيهم يبقى including، بما لا يشمل الشخص اللي جاي أو الشيء اللي جاي يبقى فيما عدا. stop، ركزوا قوي معايا على stop عشان معاك برضو لغاية تالتة ثانوي. stop، stop ليها تلات معاني. أول معنى ليها يتوقف لكي يفعل شيء، يتوقف عن فعل شيء لكي يفعل شيء آخر. مثال بيقول I stopped، أنا توقفت. I stopped to drink water مثلا، أنا توقفت لكي أشرب مياه، يبقى أنا كنت مثلا ماشي وقفت عشان أشرب مياه. طيب افرض أنا توقفت عن شرب المياه مثلا عشان أرد على التليفون مثلا، هقولها إزاي؟ I stopped drinking water. drinking water، يبقى المرة دي ايه؟ verb ing. يبقى لو في verb ing بعد stop معناها يتوقف عن فعل الشيء ده سواء بشكل دائم او مؤقت، لكن لو بعدها to المصدر معناها يتوقف لكي يفعل شيء. طيب عندنا stop ليها معنى تاني، معناها يمنع، يمنع مفعول من فعل شيء. مثال I stopped، أنا منعت، مش توقفت، أنا منعت مثلا my students، طلابي، from entering the class، من دخول الفصل. لاحظ إن from ما بين قوسين، يعني ممكن أستخدمها أو لأ، يعني ممكن أقول I stopped my students entering على طول، بس هترجمها بالعربي من الدخول، تمام، the class، أو أضيفها تبقى حرف from، يبقى from optional نستخدمها أو لا. مراجعة سريعة لستوب عشان مهمة. stop to المصدر معناها إيه يا شباب؟ stop to المصدر يتوقف لكي يفعل شيء. طب stop verb ing يتوقف عن فعل شيء. طيب stop مفعول به ثم from ثم verb ing معناها يمنع، اللي هي تساوي إيه يا شباب؟ prevent، يمنع المفعول به من القيام بشيء ما. الحل بقى، التطبيق على الجراماتيكال هنتس. رقم واحد بيقول I was busy، كنت مشغولا، my homework when you called، لما انت اتصلت. يبقى كنت مشغول في عمل واجبي. احنا قلنا busy بعدها ايه؟ يا اما with واسم وناون يعني زائد ناون، يا اما verb ing من غير with. المتاحة هنا مين؟ المتاحة ال ing. يبقى انا كنت مشغول في اداء واجبي لما انت اتصلت. رقم اتنين I know the names of all people، أنا عارف كل أسماء الناس. in our street، الشارع بتاعنا. نقط little children، لما تلاقي كومة كده ونقط في الغالب بتكون including أو excluding، يعني بما فيهم، يبقى الإجابة تكون هنا إيه؟ بما فيهم including. رقم تلاتة when نقط the bank، the manager is usually exhausted. هنا خلي بالكم قلنا when لو شال الفاعل بعدها في verb ing يبقى الإجابة leaving، وقلنا معناها إيه؟ معناها عند أو حين وعادة إيه متكررة أو حدث متكرر. فمعنى الجملة when leaving the bank، عند مغادرة البنك، يعني دايما كل ما يغادر البنك the manager is usually exhausted، دايما متعب، المدير متعب جدا. رقم أربعة children like Tom and Jerry cartoons، الأطفال بيحبوا كرتون توم وجيري because they are not funny، لأنه ممتع جدا. يبقى يا very يا so المتاح مين؟ so. الاتنين يساووا بعض في الصيغة دي، لكن لو ظهرت that اللي معناها لدرجة أن، لا يبقى so إجباري ساعتها. رقم خمسة she saw her father، هي رأت والدها. احنا قلنا see we notice we hear we watch ثم مفعول به ing او مصدر، ing اللي هو جزء من الحدث ومصدر معناها ايه الحدث كله، وعلى فكره ساعات ما بيفرقوش ما بينهم الاثنين نفس المعنى. طيب المتاح ايه هنا في الاختيارات؟ هل مصدر ولا ing؟ لا مفيش مصدر يا مصر، في ing، يبقى هي رأت والدها وهو يغادر ايه for work earlier، يعني يغادر من اجل العمل رايح الشغل. رقم 6 It is nice not you to help her، انه لطيف نقط أنت أن تساعدها. اتفقنا صيغة it verb to be صفة، to المصدر، to المصدر ممكن يجي في النص مين؟ for أو of، وبعدها فاعل أو ضمير مفعول، وقلنا for معناها بالنسبة لي و of معناها من،
والاتنين موجودين في الاختيارات. طيب هنترجمه بقى، it is nice for you، انه لطيف بالنسبة لك أن تساعدها، ولا إنه لطف منك أن تساعدها؟ إنه لطف منك، يبقى الإجابة تكون of. يبقى لما تلاقي الترجمة من يبقى على طول of، بالنسبة يبقى for. 7، I have to wear the uniform، أنا لازم ألبس اليونيفورم. Not I won't take part in the game، أنا مش هشارك في المباراة. يبقى وإلا مش هشارك في المباراة، يبقى يا or يا otherwise. احنا قلنا or أو otherwise ممكن يكون معناهم وإلا. رقم 8، he writes so not that، هو يكتب نقط جدا لدرجة I can't read anything، مش قادر أقرأ أي حاجة. يبقى بيكتب إيه؟ بخط وحش مش حلو. يبقى أي حاجة معناها حلو مع السلامة، good معناها جيد، well الحال منها جيدا، متبقي bad يعني سيء، ودي صفة تمام، وبادلي اللي هو بشكل سيء، بشكل سيء، ودي adverb أو حال تمام، adverb أو حال. طيب ركز كده معايا في الترجمة، هو يكتب سيء ولا بشكل سيء؟ عندك فعل يبقى على طول حال وانت مغمض، لأن الحال كيف يفعل، يفعل بشكل كذا، يبقى ده حال وانت مغمض تمام، مش صفة خالص. رقم 9، they are busy not the preparations of the wedding، هم مشغولين في التجهيزات. التجهيزات دي noun من غير ايه؟ verb ing، يبقى على طول with وانت مغمض. قلنا ان busy with زائد اسم، او busy زائد verb ing من غير with. رقم 10، can you suggest not to do، ممكن تقترح شيء هام لكي نفعله. اتفقنا الضمائر غير المحددة زي something هنا ما يجيش معاها ايه؟ اداة تنكير، لانها بالفعل هي نكرة. طيب في B نفس الفكرة، في C something important، قلنا الضمير غير المحدد الصفة تأتي بعده، طب ما هي سليمة هنا. طب في D العكس، بدأ بالصفة الأول، إذن خاطئة. يبقى الإجابة something important، شيء هام. رقم 11، mom was not tired، ماما كانت متعبة جدا، ذات لدرجة أنها she slept، نامت in her chair، في الكرسي بتاعها. احنا اتفقنا كلمة ذات لو معناها لدرجة أن، لازم إجباري في إيه هنا؟ so، يبقى الإجابة so. خلي بالك هنا مش very، احنا قلنا so و very يساووا بعض طالما ما فيش ذات. رقم 12، مستر مجدي helped us not the experiment، مستر مجدي ساعدنا إن احنا نجري التجربة. احنا قلنا الفعل help مفعول به مصدر أو to والمصدر، المتاح مين؟ مصدر فقط، مفيش to والمصدر. رقم 13، it is useful not us to have a work plan، it is صفة، to المصدر ممكن يجي قبلها، قلنا of بمعنى من، for بمعنى بالنسبة، المعنى هنا عاوز ايه؟ بالنسبة، يبقى for. يبقى انه مفيد بالنسبة لنا ان يكون لدينا خطة عمل. 14، he has a villa، هو لديه فيلا، نقط a swimming pool، of ولا with ولا into ولا out of. طبعا الإجابة تكون with، اللي هي كان أصلها التي لديها. طب مين الشاطر يقول لي كان أصلها إيه هنا؟ a villa، الفيلا ده غير عاقل، يبقى مش هو هنا، which بقى المرة دي، which has، يبقى he has a villa، هو لديه فيلا، which has التي لديها حمام سباحة. ممكن أشيل which has عبارة الوصل الذي يملك بwith على طول زي ما اتفقنا. 15، I heard a bird، سمعت طائر، نقط beautifully بشكل جميل، to sing ولا singing ولا sings. يبقى هو بيقولك سمعت طائر بيغني بشكل جميل. قلنا hear أو notice أو watch، الأفعال دي كلها مفعول به، ثم مصدر لو شفت الحدث كله، أو ing لو جزء من حدث. مفيش في الاختيارات غير إيه؟ ing، مفيش مصدر. حد يقول يا مستر ما هو sings وبيرد كأنه إيه، فبياخد اسم. لا، قلنا القاعدة ان hear او watch او see او notice بتجبرك على مصدر او ايه؟ verb ing، حتى لو الفاعل مفرد. رقم 16، A بيكلم بي ويقول له is عمر ill، هل عمر مريض؟ فقال I think not he looks pale، هو يبدو شاب. يبقى I think، انا اعتقد ايه؟ ذلك، اللي هي من فاكر so، اللي هي بديل لإيه؟ لعبارة عمر is ill، بدل ما نقول I think عمر is ill. طيب رقم 17، the horse، الحصان، نقط، by the gate is mine، هو بتاعي.
بصينا بص على الاختيارات، عندك ستاند يعني يقف واقف، يعني هو عايز يقول ان الحصان اللي واقف. قلنا لما يكون هو او ويتش وبعدها فعل يعود على فاعل، يعني الحصان اللي واقف. مين اللي واقف؟ الحصان هو الفاعل. في الحالة دي نقدر نستخدم فيرب اي ان جي، فتبقى الإجابة ستاندينج. طيب مين شاطر برضو يقول لي اصلها ايه؟ ذا هورس، الحصان اللي معناها ايه هنا؟ هو لا طبعا ويتش، لان الحصان غير عاقل. طب واقف يعني ايه؟ stands او is standing، ايا كان المعنى ايه، الاثنين صح. تمام كده. طيب مين اللي واقف؟ الحصان. يبقى نقدر نستبدلها ب verb ing. رقم 18، مروة is hard working، مروة مجتهدة مجدة في العمل. and so نقط I am ولا am I ولا I do ولا do I. هو يعني ايه المعنى المقصود؟ بيقول ان مروة تكون، وركز على is دي، مجتهدة وكذلك أنا. يبقى هنا سو معناها كذلك. فاكرين القاعدة بتاعتها؟ قلنا سو لو معناها كذلك بعدها جملة معمولة شكل السؤال بهل، اللي هو المقص يعني، اللي هو فعل مساعد أو verb to be ثم فاعل، يعني عاملين مقص، يعني نبدأ بالفعل الأول ثم الفاعل. إذا بناء على المعلومة دي هنحذف A و C، بادئين بالفعل الأول. احنا محتاجين نبدأ بالفعل المساعد زي am أو do الأول. طيب هنا بقى انت بتلعب في دايرة verb to be ولا verb to do؟ عندك is اهو، يبقى verb to be، يبقى الإجابة هتكون ايه؟ am I، زائد انها ماشية بالترجمة. ركزوا كده معايا في الترجمة، مروة تكون، بسترجم حرف كل كلمة، مروة تكون مجتهدة وكذلك أكون أنا. وضحت؟ أكون يعني am وأنا يعني I، بس عملنا inversion. الوضع الطبيعي I am، لكن هنا am I، لأن دي قاعدة. 19، شذا helped all of us، شذا ساعدتنا كلنا، نقط ready for the competition، مستعدين للمسابقة. عندنا تعبير اسمه get ready معناها يستعد، get ready على بعض، يصبح مستعدا يعني يستعد. طيب قلنا help مفعول به، ها مين يفكرني؟ هل في verb ing؟ لا. هل في to المصدر؟ اه. هل في مصدر؟ اه، يبقى الاثنين صح، تو المصدر او مصدر فقط. كمان مره، هيلب مفعول به، مصدر او مصدر بتو، الاثنين صح تماما. المتاح ايه هنا؟ تو المصدر. اذا لو في جيت من غير تو برضه صح. رقم 20 بيقول بي كيرفول، كن حريصا او حذرا، نقط يو مايت فول، والا هتقع. اه انا قلتها، والا اللي هي ايه؟ يا اما اور يا اما اذروايز، فالاثنين صح. 21 بيقول I know the girl، أنا عارف البنت، نقط the black skirt. ركز معايا في الملحوظة دي عشان الكتاب ما قالهاش في الجراماتيكال هينتس. احنا قلنا لما تقول مثلا اللي يملك شيء، لما قلنا الأولاد الذين يملكون ايه؟ شعر طويل، أو البنت اللي عينيها خضراء، قلنا هو هذا تبقى with، تمام؟ لكن لو أنت بتقول اللي لابس هتبقى in مش with، يعني أنا عارف البنت اللي لابسة الجونيلا أو الجيبة الإيه؟ البلاك اللي هي السوداء. هنا لبس، يبقى كان اصلها هو از ويرينج، يبقى اصلها اهو هو از ويرينج، يبقى هو از ويرينج على طول تساوي ان، تمام. لكن هو وممكن ويتش على فكره لو غير عاقل، او ذات لو هو مثلا هاز او هاف، لو ماضي هاد تساوي ايه؟ مين فاكر؟ ويذ. اذا هنا الاجابه تكون ايه؟ إن. ركز هنا، لابس حاجة مش يمتلك شيء. نيجي بقى لأهم سؤال في الامتحان، سؤال قطعة الفهم. ركزوا معايا قوي في السؤال ده، لأن اتفقنا في ثالثة ثانوي عندك قطعتين فهم في الامتحان، وبالتالي بيحوز على أعلى درجة في الامتحان. قطعة الفهم مهمة لكذا سبب تاني. أول حاجة، هي تعتبر مقال بشكله صحيح، أسي مقال صحيح 100% بالانترودكشن المقدمة، والبادي اللي هو جسم الموضوع، والكونكلوجن الخاتمة. تقدر من قطعة الفهم تطلع كلمات كتير جدا تحفظها وتساعدك في المنهج وفي الحل وفي كل حاجة، حتى في المقال تقدر تطلع جمل كاملة تساعدك برضه. فنركز قوي مع بعض ونصحصح كده، وهنمشي بطريقة مختلفة كده تقابلوها لأول مرة، تساعدك قوي في قطعة الفهم. الطريقة هي انك تبدأ الأول بالأسئلة، على اساس لما ترجع في القطعه تقراها هتبقى عارف انت هتجاوب على سؤال ايه، لان الاجابه هتكون قدامك وانت عارف السؤال مسبقا. السؤال الاول بيقول جاينت سيكويا، شجره سيكويا العملاقه، which is the tallest tree in the world، التي هي اطول شجره في العالم.
مالها is not. الاختيار A more than 2700 years old، أكتر من 2700 سنة عمرها يعني، طالما old يبقى عمر. More than 83.8 kilometers tall، 83.8 كيلومتر في الطول، كمان أكثر من. Less than 2300 years old، أقل من 2300 سنة في العمر. ولا about 84، تقريبا 84 meters tall، يعني متر في الطول. رقم 2، نقط is one of the basic chemicals. كلمة chemicals معناها مواد كيميائية، و basic كلمة مهمة جدا جدا معناها أساسي، تساوي main. يبقى نقط هو واحدة من المواد الكيميائية الأساسية، ولاحظوا نطقها basic، أساسي مش حاجة تانية. which are made from wood، الذي يصنع من الخشب، أو المواد دي تصنع من الخشب. rubber معناها مطاط. أكسجين يعني الأكسجين، تربنتاين اللي هو مادة كيميائية بيستخدموها في الطلاء، هيت معناها التدفئة أو السخونة. رقم 3، the underlined word contaminated. contaminated جاية من الفعل contaminate يعني يلوث، يبقى ملوث. contaminated، contaminated gives the same meaning، تعطي نفس اسم إيه بقى؟ positioned، position كفعل معناها يتمركز، يبقى متمركز. متمركز positioned أو واقع في الحتة دي. fast يعني سريع، polluted يعني ملوث، وclean يعني نظيف. طبعا الإجابة واضحة بس مش هنقولها. رقم 4، which of the following is not، أي من الآتي ليس a benefit of trees، فائدة للأشجار. يبقى عندك 3 مش فوائد، تمام كده، أو عندك العكس 3 فوائد ومحتاجين إجابة واحدة. طيب هنترجمهم بس مش هنجاوب طبعا المرة دي. they supply، كلمة supply معناها يمد أو يزود أو يوفر، فهم يمدون أو يزودون الناس بالخشب اللي هم الأشجار يعني. they help the earth، بتساعد الكرة الأرضية to breathe، أن تتنفس. they give us light، بتدينا الضوء. they provide people with cool shade، تمد الناس بالظل اللطيف أو الرائع يعني، أو اللي هو cool يعني، ظل cool يعني حلو يعني. طيب 5 بيقول which one of the following is not mentioned in the passage، مش مذكور. mentioned يعني مذكور، يبقى إيه اللي مش مذكور؟ مذكور تمام في القطعة. about the use of wood، هننطقها use عشان اسم، لو فعل use. the use of wood يعني استخدام الخشب. يبقى إيه اللي في القطعة من اللي جايين في الاختيار دي مش مذكور في القطعة؟ يبقى عندك 3 لازم تطلعهم من القطعة. A بيقول making paper، صنع الورق. B making us warm، يعني تخلينا دافئين متدفئين يعني. making toothpaste، صنع التوثبيست، معجون الأسنان، معجون الأسنان toothpaste. making medicines، medicines يعني أدوية، making medicines يعني صنع الأدوية. 6، the best title of the passage is not، أفضل عنوان للقطعة هو إيه؟ the importance of trees، معناها أهمية الأشجار. trees and shade، الأشجار والظل. the tallest tree in the world، أطول شجرة في العالم. toothpaste and wood، معجون الأسنان والخشب. the second paragraph of the passage، الباراجراف الثاني من القطعة، talks about، يتحدث عن نقط، تتحدث عن إيه؟ the use of wood، استخدام الخشب in the past، في الماضي. trees purify air، كلمة purify معناها ينقي، كلمة مهمة جدا وجاية من pure، أو pure جاية منها pure يعني نقي، دي الصفة. C بيقول modern products، المنتجات الحديثة، made from wood، مصنوعة من الخشب. the price of wood يعني سعر الخشب. طيب نرجع بقى نقرأ القطعة بالراحة كده واحدة واحدة. اتفقنا الباراجراف بنعرفه ازاي؟ بالإندنتيشن. الإندنتيشن يعني المسافة الفاضية في الأول خالص، يبقى ده الباراجراف الأول ماشي. لازم نبقى عارفين الباراجراف الأول والتاني والتالت، عشان زي ما انت شفت في الأسئلة and the second paragraph، صح؟ وبالتالي لازم نركز قوي على الباراجراف 1 2 3 وهكذا. طيب
The natural world, العالم الطبيعي around us حولنا is really terrific. حقا رائع. يبقى كلمة terrific تساوي wonderful. Terrific. It is full of obvious and ambiguous objects. Obvious تساوي clear يعني واضح. وambiguous معناها غامض يبقى عكس بعض. وobjects معناها أشياء. يبقى إنه مليء بالأشياء الإيه؟ الغامضة وأيضا الإيه؟ الواضح. One of the most amazing things that we cannot do without is the tree. يبقى واحدة من الحاجات الحلوة اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها هي الأشجار. هو فين يا مستر اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها؟ احفظها معايا. We cannot do without. We cannot do without it مثلا لا نستطيع الاستغناء عنها. Why are trees important? ليه الأشجار مهمة؟ A simple answer, إجابة بسيطة to this question, لهذا السؤال, is that trees, هو أن الأشجار give us wood, بتدينا الخشب, which we use for making furniture, الذي نستخدمه لصنع الأثاث. Furniture معناه أثاث, أثاث المنزل اللي هو العفش يعني, ودي كلمة لا تعد. And many other things, وأشياء أخرى. إذن كده واضح جدا الفكرة العامة للقطعة دي إيه؟ هو بيسأل بيقول إيه؟ ليه الأشجار مهمة؟ وهيبدأ يجاوب على السؤال ده، يبقى أهمية الأشجار وضحت خالص. However، ومع ذلك، this answer is traditional، هذه الإجابة تقليدية and very limited ومحدودة. Limited يعني محدودة، محدود. In the past، في الماضي، trees had several benefits، الأشجار كان لديها فوائد عديدة، several معناها عديدة. They supplied people, زودت الناس with wood بالخشب for building للبناء and heating والتدفئة أو التسخين. They also provided people with cool shade وأيضا مدوا الناس بالظل الإيه؟ الظل اللطيف البارد. By the sides of the roads على جوانب الطرق and in the fields وفي الحقول. In the modern world, في العالم الحديث, trees are even more important. حتى في العالم الحديث الأشجار أكثر أهمية. They are the main ingredients. كلمة ingredients معناها مكونات. وكلمة main معناها basic. من فاكر basic يعني رئيسي. يبقى الأشجار هي أحد المكونات الرئيسية in thousands of products. في آلاف المنتجات. Paper, الورق, is one of the most significant wood products. الورق ده هو أحد المنتجات بتاعت الخشب دي. The most significant, الأكثر أهمية ووضوحاً وبروزاً. يبقى كلمة significant معناها بارز أو هام. Significant. Rubber, المطاط, is also made from some kinds of trees. المطاط ايضا صنع من ايه او يصنع من ايه؟ انا قلت يصنع عشان is مضارع. يصنع من بعض انواع. يبقى كلمة kinds هنا معناها types يعني انواع الاشجار. In addition, بالاضافة, some kinds, بعض انواع الايس كريم and toothpaste ومعجون الاسنان are made from wood, مصنوعة من الخشب. Turpentine, مادة turpentine is one of the main chemicals, واحدة من المواد الكيميائية الرئيسية, which are made from wood, التي صنعت من الخشب أو تصنع من الخشب. Scientifically, بشكل علمي, trees help the earth to breathe. الأشجار بتساعد الكرة الأرضية إنها تتنفس. They take in carbon dioxide. كلمة take in معناها يمتص أو يستنشق. فهي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون and release وتطرد تخرج تصدر تمام oxygen الأكسجين. كلمة release لها معنى تاني يحرر زي يحرر مثلا إيه سجين وهكذا. Release, release. This helps to purify. فهذا يساعد في تنقية the contaminated air الهواء الملوث which affects والذي يؤثر على هي على بعضها يؤثر على من غير on خلي بالك affects مفعول به على طول our health badly تؤثر على صحتنا بشكل سيء كمان مرة affect ما بتاخدش حرف جر في اللغة الإنجليزية في العربي بس انت بتترجمها يؤثر على
بس مفيش كلمة على دي موجودة في الإنجليش. تمام؟ طيب، علماء النبات اللي بننطقها botanist بالأمريكان botanist أو botanist بالبريتش. botanists say that، علماء النبات يقولون أن the tallest tree، الشجرة الأطول in the world في العالم، is a giant sequoia، هي شجرة سيكويا العملاقة. It is in California، فهي موجودة في كاليفورنيا. خليك فاكر كان في سؤال على الجايت سيكويا، صح؟ كان السؤال بيقول ايه طولها قد ايه؟ قال it is 83.8 meters tall، يبقى دي إجابة لسؤال. It is between 2300 and 2700 years old، فهي تراوح عمرها ما بين 2300 سنة إلى 2700 سنة. السؤال الأول بيقول giant sequoia which is the tallest tree in the world is not. giant sequoia اللي هي أطول شجرة في العالم، مالها بقى؟ هي اتذكرت فين giant sequoia؟ اتذكرت في الباراجراف الأخير اللي هو تحديدا ده، اتذكرت من أول هنا، بيقول إنها موجودة في كاليفورنيا وإن طولها كام؟ 83.8 متر، وبيتراوح عمرها من 2300 ل 2700. اذا ايه هنستبعدها؟ لان هو بيقول اكثر من 2700، هو الاقصاها 2700. طيب هو قال 83.8 ايه متر، ما قالش ايه، ما قالش كيلو متر، يبقى دي هنستبعدها. في سي بيقول less than، اقل من 2300 سنة. طب ازاي هو بيقول من 2300 لغاية 2700، يعني اكتر من 2300، يبقى دي خطأ. اذا الاجابة الصحيحة دي بيقول ايه، تقريبا 83 ايه، 83 اهي مذكورة، تقريبا 83 متر طول. تقريبا ليه قال تقريبا؟ عشان هو ذكرها بالتحديد 83.8. طيب رقم 2، نقط is one of the basic chemicals، أحد المواد الكيميائية الرئيسية التي تصنع من الخشب. دي اتذكرت فين في القطعة؟ في الباراجراف الكام؟ الثاني تحديدا. تمام، أهو Turpentine is one of the main chemicals which are made from wood، يعني نفس الجملة بالظبط، يعني شال كلمة turpentine، يبقى الإجابة واضحة جدا. هتبقى إيه وأنت مغمض؟ turpentine. تمام كده، يبقى الإجابة هنا turpentine. السؤال الثالث بيقول الكلمة اللي تحتها خط contaminated، قلنا معناها ملوث، تساوي إيه؟ مين فاكر؟ ها، ترجمنا polluted معناها ملوث، يبقى الإجابة أهي. طب هي فين في القطعة؟ أهي، حتى لو ترجمنا، لأن في الامتحان ممكن ما تكونش عارف الكلمات اللي في الاختياري، صح؟ فتعمل إيه؟ هتشيل الكلمة contaminated وتحط اختيارات واحدة واحدة وتترجم، فهذا يساعد في تنقية الهواء الإيه؟ البوزيشند، يعني المتمركز، السريع، النظيف. لا، ما هو نظيف، يبقى تساعده ازاي في تنقية النظيف؟ يبقى polluted الملوث، واكيد كلنا عارفين polluted، واخدينها في تالتة اعدادي والسنوات السابقة. رقم 4 بيقول which of the following is not a benefit of trees، اي من الاتي قلنا مش فايدة من الاشجار. يبقى عندنا ثلاثة مذكورين فوائد وموجودين في الايه، في القطعة، هجيبهم واحدة واحدة. عندك الاختيار A بيقول they supply people with wood، دي موجودة تحديدا في القطعة اهو في الباراجراف الاول، بيقول فهي تمد الناس بالايه، الود. موجودة فين بقى؟ موجودة اهي بالنص. طيب الاختيار بي بيقول ايه، they help the earth to breathe، في الباراجراف الاخير لما قال scientifically اهي trees help the earth to breathe. تمام، يبقى دي موجودة ودي موجودة. طيب they give us light، بتدينا ضوء، انا دورت عليها في القطعة مش لاقيها، يبقى اذا دي لازم تكون موجوده في القطعه. فين تحديدا؟ نفس الايه، الباراجراف الاولاني اللي هو cool shade. اذا كده الاجابه هتبقى C، they give us light، بتدينا ضوء، مش موجوده في القطعه. رقم 5 بيقول which of the following is not mentioned in the passage، الجمل اللي جايه دي فيها واحده بس مش مذكوره في القطعه، يبقى نفس الفكره، عندنا ثلاثه مذكورين في القطعه. الاختيار A بيقول making paper، هل دي مذكورة في القطعة؟ أيوة أهي، paper is one of the most significant wood products. طيب making us warm، تجعلنا نشعر بالدفء، موجودة بس مش مباشرة، مش نفس الكلمة، مش حرفيا، موجودة في جملة إيه؟ تمد الناس بالهيتنج، التدفئة. طيب making toothpaste، أيوة موجودة، in addition some kinds of ice cream and toothpastes are made from wood.
إذا الإجابة هتكون making medicines، صنع الأدوية. وخلي بالكم حد يقول لي طب ما تربنتاين هو مش دواء أصلا، تربنتاين دي مادة تساعد في إزالة الطلاء أو حاجات زي كده. طيب رقم 6 بيقول the best title of the passage، أفضل عنوان للقطعة. فاكرين إحنا اتكلمنا في البراجراف الأول عن إيه؟ لما سأل سؤال وقال إيه؟ Why are trees important؟ ليه مهمة؟ وفضل يعدد أسباب الأهمية. إذن الإجابة تكون the importance of trees، أهمية الأشجار. السؤال الأخير بيقول the second paragraph اللي هو ده of the passage talks about it، بيتكلم عن إيه؟ البراجراف التاني كان بيتكلم عن إيه؟ الورق، أحد المنتجات الخشب، والرابر، تمام كده؟ رابر اللي هو المطاط، برضو من منتجات الخشب، بالإضافة إلى الآيس كريم ومعجون أسنان والحاجات دي كلها والتربنتاين. وكان قبل القطعة دي على طول أو الباراجراف ده بيتكلم إن المنتجات الحديثة داخلة فيها الأشجار، صح؟ إذا الإجابة تكون modern products، منتجات حديثة made from wood، مصنوعة من الخشب. طيب بالنسبة للمقال هنعمل فيه ايه؟ انا هترجمه سريعا دلوقتي وحضرتك هتمسك ورقة او قلم وتكتب معايا الجمل الهامة اللي هقول عليها، وياريت لو تقدر تكتب معايا باراجراف باراجراف. طب ما هو مكتوب في الكتاب يا مستر. لا ما هو انت تتدرب، ماشي؟ فنركز كده مع بعض سريعا. What is voluntary work؟ ما هو العمل التطوعي؟ طيب يبقى عندنا حاجة اسمها تايتل، العنوان دي اسمها التايتل، العنوان بتاع ايه؟ المقال الاسي ده. يبقى كلمة اسي يعني يا شباب مقال. Voluntary work معناها العمل التطوعي. What is voluntary work؟ ايه هو العمل التطوعي؟ Simply بكل بساطة voluntary work is work that you do for free، ده الشغل او العمل اللي انت بتعمله ببلاش. For free يعني مجانا، for free. You do not expect، خلي بالك وقال ما قالش don't، لان المفروض ان انت بتكتب في الرايتنج ما بنكتبش الاختصارات. You do not expect، أنت لا تتوقع or ask to أو تطلب to be paid money، أن يدفع لك مالا، or anything else أو أي حاجة تانية for doing it، للقيام بهذا العمل. It is a type of help، إنها نوع من المساعدة to the whole society، إلى المجتمع أجمع أو بأسره، or a certain group أو مجموعة إيه؟ certain معينة of people in society، للناس في المجتمع. طيب الجملة اللي جاية دي مهمة خالص وحاول تحفظها معايا. Voluntary work has always been very important. انت ممكن تحط العنوان بتاع اي مقال لو حاجة مهمة تقول نفس الجملة دي. Voluntary work تشيلها وتحط اي عنوان. Voluntary work او العنوان has always been، لطالما كان، very important، هاما جدا. برضو الجملة اللي جاية مهمة، مهمة جدا جدا. الجملة الجاية تمشي مع اي باراجراف فيه مشاكل وتحديات. There are a lot of problems and challenges، يوجد الكثير من المشاكل والتحديات that face the society، التي تواجه المجتمع. برضو دي جملة مهمة خالص. كمان مرة There are a lot of problems and challenges that face the society. There are a lot of problems and challenges that face the society. The government، الحكومة، cannot face all these problems and challenges without the people's help. الحكومة ما تقدرش تواجه كل هذه المشاكل والتحديات بدون without بدون مساعدة الناس. We can say، نستطيع القول أن the volunteering role، الدور التطوعي، is complementary، هو دور مكمل، حاجة إضافية تكميلية، complementary to that of the government، لدور الحكومة. What can people volunteer؟ طب الناس تقدر تتطوع بيه؟ يبقى انت ممكن تسأل أسئلة في الايه؟ في الاسي، أسئلة كده استنكارية غرضها انك تشد الايه؟ الانتباه بتاع اللي بيقرأ. What can people volunteer؟ الناس ممكن تتطوع بايه؟ Most people would say money، معظم الناس هيقولوا الفلوس. That's not an accurate answer، دي مش إجابة دقيقة. Accurate يعني دقيق. Money is a donation. Donation معناها تبرع. يبقى المال هو تبرع، not volunteering، مش تطوع. Volunteering is mainly taking part in doing something useful or necessary for society. Volunteering اللي هو التطوع هو أساسا إيه؟ المشاركة، taking part، المشاركة in doing something، في فعل شيئا ما.
useful مفيد. احنا قلنا ان something someone دايما الصفة بعدها اهو something useful شيء ما مفيد or necessary او ضروري for the society للمجتمع or the people living in it او الناس اللي هي ايه عايشة فيه. Those who volunteer الناس اللي بتتطوع have enough time and experience لديها وقت كافي وخبرة كافية which والتي with which والتي بها they can help people يستطيعون مساعدة الناس. Voluntary work العمل التطوعي is very important هو هام جدا. It helps with difficult problems فهو يساعد في المشكلات الصعبة. It creates a type of unity فهو يساعد أو يخلق أو يصنع a type of unity نوع من الوحدة والاتحاد and strength والقوة in society في المجتمع. If you haven't volunteered لو أنت لسه ما تطوعتش so far حتى الآن you had better try now لازم تجرب دلوقتي. ننتقل لآخر جزء في السكيلز translation الترجمة. طيب رقم واحد بيقول tourism السياحة is considered تعتبر a main source مصدر رئيسي يبقى كلمة source معناها مصدر of national income للدخل القومي الدخل القومي. So we should لذلك علينا أن attract more tourists أن نجذب المزيد من السياح to visit Egypt لكي يزوروا مصر. الاختيار A بيقول تعتبر السياحة مصدرا رئيسيا من مصادر الاقتصاد القومي. هو كلمة اقتصاد معناها ايه شباب؟ economy. هل مذكورة economy فوق؟ لا هو قال national income يبقى دي خطأ الاقتصاد خطأ. بي بيقول تعتبر السياحة مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومي ولذا علينا اللي هي so we should أن نجذب الكثير attract more tourists السياح to visit Egypt لزيارة مصر يبقى بي سليمة. طيب الخطأ في سي ايه تعتبر السياحة مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومي ولذا علينا أن نجذب القليل وقال الكثير. في دي بيقول تعتبر السياحة مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل الأسري أسري هو القومي اللي هي ناشنال إذن الإجابة هتكون بي. رقم 2 All driverless cars كلمة driverless معناها بدون سائق كل العربيات اللي هي بدون سائق will be electric ستكون كهربية يعني تعمل بالطاقة الكهربية and much cleaner وأسهل بكثير أو أنظف بكثير than petrol ones من اللي هي بتعمل بالبترول. They reduce كلمة reduce يعني يقلل فهي تقلل pollution التلوث as well أيضا. طيب A بيقول إن قيادة السيارات الكهربية سهل وبسيط يعني الكلام ده مش موجود أساسا كله غلط. في B بيقول لم يعد قيادة مفيش قيادة في الموضوع خالص تمام. في سي بيقول جميع السيارات ايوه كده all cars وصفها بانها ايه driverless بدون سائق يبقى جميع السيارات التي بلا قائد ستكون كهربية فهي انقى من سيارات البنزين وتقلل التلوث ايضا دي سليمة. في دي بيقول ان استخدام مفيش اصلا using خالص تمام كده يبقى اذا الاجابة هتكون سي. رقم 3 بيقول many kinds قلنا كلمة kinds معناها انواع كصفة معناها kind من غير اس طبعا لان الصفة لا يمكن اضافة اس لها الجمع معناها لطيف او طيب او عطوف. Many kinds of animals الكثير من انواع الحيوانات and plants والنباتات are endangered معرضة للخطر يبقى endangered معناها معرض للخطر. So man must pay more attention to the environment عشان كده الانسان لازم ايه عندك تعبير على بعض اسمه pay attention to معناها يهتم بي pay attention to يهتم بي يبقى لذا الإنسان خلي بالك man هنا اسم لا يعد معنى الإنسان وعرفت ازاي بقى مفيش أمان ولا زمان يبقى man من غير أي أداة تنكير ولا تعريف معنى الإنسان لذا على الإنسان أن إيه يهتم بشكل أكثر بالبيئة. الاختيار A بيقول كثير من الحيوانات العطوفة لا هو قال أنواع الحيوانات يبقى خطأ.
بي بيقول أنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات معرضة للخطر سليمة، لذلك يجب على الرجل، رجل الإنسان مش الرجل، يبقى بيوقعك هنا. سي بيقول هناك أنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات الخطيرة، لا المعرضة للخطر. يبقى الإجابة بي، تتعرض الكثير من أنواع الحيوانات والنباتات للخطر، لذلك يجب أن يهتم الإنسان بالبيئة بشكل أكبر. لاحظ كده في الاختيار دي هو ما قالش الترجمة بالنص، يعني هو بالنص قالها الكثير من الحيوانات، من أنواع الحيوانات والنباتات تكون معرضة للخطر، هو قال تتعرض الكثير منها، مفيش مشكلة طالما المعنى واحد مش شرط حرفي يعني. رقم واحد في الترجمة من عربي لإنجليزي بيقول تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في بعض محطات الطاقة العملاقة. الاختيار A بيقول solar power is used to reduce. solar power معناها الطاقة الشمسية. is used to تستخدم في. reduce معناها يقلل. reduce معناها يقلل. إذا هنا خطأ في reduce. محتاجينها يولد اللي هي generate. electricity الكهرباء in some major. major معناها رئيسي. محتاجينها عملاق huge أو giant. power stations محطات الطاقة. في بي بيقول solar energy الطاقة الشمسية is used to generate تستخدم في توليد electricity الطاقة أو الكهرباء in some huge power stations في بعض محطات الطاقة العملاقة، إذا بي سليمة. في سي بيقول solar power is used to generate electricity لغاية هنا سليمة in all major، وما قالش all، ما قالش جميع، البعض، وكمان ما قالش ميجر يعني رئيسي، قال ايه عملاق، اذا هنا خطأ. في دي بيقول solar power is used to generating، احنا اتفقنا used to بمعنى يستخدم، لازم يكون ايه بعدها، الاول قبلها verb to be ثم بعدها مصدر بمعنى يستخدم، مش معتاد على، بمعنى يستخدم. طيب لو هضيف ing بعدها وبمعنى يستخدم نبدل to before تبقى is used for generating، اذا هنا في خطأ، المفروض تبقى for هنا، تمام، for generating أو أقولها to generate أيا كان. إذا الإجابة هتكون B. رقم 2 بيقول جميعنا مسؤولون عن حماية البيئة فهي ليست مهمة الدولة والمنظمات وحدها. طيب A بيقول we are all responsible for، جميعنا مسؤولون عن protecting، حماية the environment البيئة. It is not، it is not يعني هي ليست، فهي ليست the task of only the state، فقط الدولة and organizations والمنظمات، إذا هنا سليمة. في بي بيقول we all have the responsibility for protecting the environment، الجملة الأولى كلها سليمة بس هو غير المعنى، فوق قال مسؤولون، هنا لدينا المسؤولية، بس في الآخر نفس المعنى زي ما اتفقنا مش شرط ترجمة حرفي. يبقى جميعنا لدينا المسؤولية لحماية البيئة. It is the task، فإنها مهمة، تمام، هو قال إنها ليست مهمة الدولة، هنا يبقى محتاج not، يبقى هنا في خطأ. طيب هو مش only خطأ، هو الخطأ it is not يعني، تمام. طيب في سي بيقول we are all irresponsible، أو الخطأ على طول irresponsible أهي معناها غير مسؤول، irresponsible يعني غير مسؤول، محتاجين إيه؟ محتاجين responsible. طيب عندك في دي بيقول we all have the responsibility to prevent، ايه prevent دي؟ prevent يعني يمنع، محتاجينها protect، اذا الاجابة هتكون A. رقم 3 وده اخر سؤال بيقول لقد اصبح من الضروري تشجيع الابحاث العلمية التي تهدف الى تنمية المجتمع المصري. اختيار A بيقول it has became، او الخطأ became، المفروض has بعدها تصريف ثالث و become became become، إذا التصريف الثالث للفعل become يصبح هو become برضو زي الأول. في بي بيقول it has become، أهو صلحها، يبقى لقد أصبح necessary من الضروري to encourage the scientific research، في تشجيع أو أن نشجع الأبحاث العلمية which aims to، التي تهدف إلى develop the Egyptian society، في أن نطور أو تطوير، وخلي بالك aim to بعدها مصدر، لكن aim at ونفس المعنى الاثنين، يهدف إلى بعدها verb ing أو noun، verb ing أو noun، هنا في to المصدر، يبقى الجملة دي كلها سليمة. طيب هو في الآخر خلاص قال يا جماعة
the Egyptian society، المجتمع المصري، يبقى سليمة 100%. في سي بيقول it has become necessary to encourage the scientific research which aims to develop the Egyptian industry. Industry معناها صناعة، محتاجين society يعني مجتمع. في دي بيقول it has become necessary، لقد أصبح ضروري to encourage the scientific research who aims. أولا scientific research معناها إيه؟ معناها البحث العلمي، عقله غير عاقل، غير عقل، يبقى ازاي هو ده اول خطأ. aims to develop the Egyptian society، يبقى الخطأ فين؟ في هو، يبقى الإجابة هتكون يا شباب B. وكمان في خطأ اللي هو Egypt society، المفروض تبقى Egyptian society، Egyptian society المجتمع المصري، بس في خطأ أوضح هنا اللي هو إيه؟ هو. طيب وبكده نكون خلصنا فيديو السكيلز اللي هو اتفقنا اهم فيديو في الوحده، فياريت دايما تركزوا معايا في الفيديوهات اللي زي كده. بس انا عارف ان الفيديو طول شويه، بس ما باليد حيل، هنعمل ايه، لازم نشرح كل نقطه. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.